اهلا بيكم في المطبخ بتاعي. النهارده هقدم لكم الرز السكوتي، ورز السكوتي ده مدام امل اللي معانا على التليفون دلوقتي. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا مفيده. اهلا بيكي يا مدام. بخير يا مدام امل. مدام امل قالت لي ان اول لما احنا كلمناها قالت ان الرز السكوتي، وصححي لي لو انا غلطانه، ده رز او الوجبه دي بتتعمل لكل العرايس في الواحات يوم الصباحيه. الام بتروح بكميه من الرز السكوتي علشان خاطر تبارك للعروسه، وكل ما كبرت الكميه وزادت كل ما العروسه اتباهت اكتر قدام جوزها. ولو قليله العريس يزعل. صح، اهل جوزها. صح. طبعا الرز ده بيتعمل في كل المناسبات والافراح والعزايم، ده يعني وجبه اساسيه في الواحات. هو بيتعمل من الرز البني. أيوة. اللي هو الحبه الكامله. هتقولي يعني هتقولي لي بقى سريعا المكونات. معاه بقى بيك رومي او بط او كده. وفي الافراح طبعا والمناسبات بيبقى يعني وجبه اساسيه. طيب قولي لي ايه هي بقى المقادير عشان نبتدي نشتغلها. طيب ماشي. اوكي. المقادير، واحنا اثنين بصله مبشوره. تمام. ربع كوب زيت اهو. طبعا في الاول في فرخه. حضرتك جبتي فرخه، احنا المفروض هو ديك رومي او بطه، بس ممكن يتعمل بفراخ برضه. احنا عندنا فراخ فسلقناها بنسلقها الاول نص سوا، يعني فرخه مسلوقه نص سوا ومعاها بهارات وفلفل اسود وملح وحبهان ورق لورا، وطبعا زي ما قلنا بصلتين مبشورين. تمام. ربع كوب زيت. طيب نبتدي نشتغل مثلا او اي زيت نباتي يعني. طيب نبتدي نشتغل سريعا. ايوه ماشي. انا الاول هحط الزيت. هنحط الزيت. مظبوط. هنحط عليه البصل. هنحط عليه البصل. مدام امل، دي اكله خاصه باهل الواحات؟ ايوه دي اكله خاصه باهل الواحات فعلا، ان الرز ده كمان مميز هناك. يعني طب ده مثلا هل هتلاقيه في المناطق الصحراويه اللي فيها قبائل؟ يعني ده اكله عربيه للقبائل بالزبط. مثلا يعني مش اهله، مش اكله من بتاع المدن. لا، هي دي للواحد، مخصصه للواحد. انا ما اعرفش كانت في قبائل بتعملها ولا لا، لكن هي يعني اكله مشهوره في الواحات. يعني انت حضرتك اتجوزتي من التراث، يعني من التراث بتاع الواحات. مدام امل، لما اتجوزتي والده حضرتك عملتهولك؟ طبعا ده اساسي. عملتهولك؟ اساسي لسه. وما زلتوا بتحافظوا عليه؟ يعني ده طقس بعمله برضه في مصر، بتيجي مناسبه خاصه كده بعمله عشان لكن ده طقس الواحات اللي بيتحافظ عليه. يعني حضرتك كنت كاتبه ان انا بحمر البصله. البصل لغايه ما تدبل شويه. لغايه ما تبقى ذهبي ولا بس تدبل؟ نعم، لغايه لما تغمق. تغمق لغايه ما تبقى تغمق خالص، تبقى بني يعني. احط الصلصه دلوقتي ولا لسه؟ لسه لما تغمق خالص. طيب مدام امل، عندكم في الواحات ايه في اكلات تانية؟ او انتوا بتاكلوا الاكل اللي احنا بنسميه المصري العادي بتاعنا، ولا انتوا بتاكلوا بس وجبات الواحات بس؟ بياكلوا كل الاكلات بياكلوها هناك في الواحات، بس انا بتكلم عن الحاجات اللي هي المميزه اللي هي ما بتتعملش هنا. لكن كل الاكل بيتاكل هناك طبعا، بياكلوا الاكل المصري العادي، بس بياكلوا معاهم في وجبات بقى مميزه ليهم هم. يعني زي ايه مثلا يا مدام؟ مثلا هم يعني الرز ده من الحاجات اللي ما بتتعملش هنا في مصر، انا ما شفتش حد بيعمله. لا خالص. في الماركت. انا عايزه اسالك يا مدام امل، انت عندك اولاد؟ انا عندي اربع اولاد. بنات ولا كلهم اولاد؟ لا كلهم اولاد. كلهم ولاد. الحمد لله. يعني علمتيهم الطبيخ؟ تعرفي حد علمتيهم الطبيخ؟ لا خالص خالص. مراتاتهم بقى؟ مراتاتهم. مراتاتهم ان شاء الله. بس انا عايزه اقول لك حاجه يا مدام امل. أيوه؟ انه الرز المسكوتي اللي هو كان وجبه لاهل الواحات سكوتي فقط. السكوتي اللي هو كان اكله لاهل الواحات فقط، بعد ما صديقتنا العزيزه مفيده هتعمله النهارده في البرنامج، هتلاقي ناس كتيره في مصر بتاكله وعرفته. خلاص. في كتير من صحابي على فكره عرفوا الطريقه دي وبيعملوها كويس. طب انا حطيت بقى دلوقتي الفلفل وحطيت الصلصه، لان البصل احنا المفروض نغمق البصل شويه اكتر، بس مش مشكله يعني. هو عشان الوقت، انا بحاول بقدر الوقت ان انا اعمل الاكله. ما تستعجليش يا وفيدة. بس الكتل بتاع السعوديه كده. طب ايه اكتر الطبخات اللي انت غير السكوتي؟ انا عارفه ان انت اخترتهن علشان يعتبر اكله فولكلوريه من الواحات، لكن انت بتعرفي تعملي ايه كمان غير ده؟ ايه اكتر حاجه حلوه بتعرفي تعمليها؟ هم عندهم هناك يعني اكلات اللي هي الحاجه الغريبه اللي مش موجوده زي هنا. مثلا في مثلا باميه بتتعمل بالمرقه كده، بيضه من غير الطماطم. دي برضو بيحبوها قوي هم. دي من الحاجات المميزه برضو هناك. انا بحط دلوقتي شوربه. انا حطيت شوربه. لا ما حضرتك كنت ثانيه ما تثبت شويه يعني، مش مشكله. طيب لكن احنا لو هنعمل صح هنسيبها تثبت كويس قوي عاليه لغايه لما الزيت يفصل عن البصل.
قولي لي الباميه اللي بيعملوها بالمرقه بس بيضه من غير صلصه دي الباميه الخضراء ولا الباميه الويكه الناشفه؟ الباميه الويكه الباميه الويكه الناشفه ما بتبقاش مهروسه زي بتاعه السيد. لا دي بتبقى يعني بحالها كده، بتبقى حقها ما بتتقطعش، بتبقى قرون زي ما هي. قرون زي ما هي. اوكي دلوقتي بحط حبهان بالثوم، حبه حبهان وحبه مستكه. يا سلام. ايوه مظبوط كده. هحط ملح وفلفل. وملح وفلفل. على فكره انتوا عرفتوا كيلو المستكه بقى بكام؟ بكام؟ ب 1500 جنيه. انا بستعملها 1500 جنيه؟ انا جبتها ب 1250 اخر مره. 1250 ده بيتباع زي ميزان الالماس يعني كده. مثلا 20 جرام ولا حاجه مش بنجيب. يعني لا بتشتري يعني بتشتري زي الالماس فتفيت فتفيت كده صغير صغير. هو فعلا بيعمل طعم حلو للاكل قوي. ما دام عمل ريحه. سمعنا ان انتوا بتعملوا حاجه زي بتدفنوا اللحوم في الرمل، احكي لنا عن اساميها وحاجات زي كده. طب بتعملوا اكل مدفون قبل ما نحط اي حاجه؟ احط الفرخه دلوقتي؟ لا هو احنا يعني الحقيقي مفيده بس تحطي الفرخه دلوقتي؟ يعني هو بعد ما بتتسبك وتستوي شويه اكتر بنستنى شويه وبعدين نحط دي بقى مرقه بحيث انك تغطي الفرخه عشان تكمل سوا فيها. اوكي الاول انا حطيت الفرخه كده. زودي مظبوط. زودي مرقه. زودي مرقه. واحكي لنا بقى عن اكلات بتدفنوا الاكل في الرمل وحاجات كده زي لا 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 مفيش كده. مفيش يعني الكلام لا مفيش. في لما بيخرجوا في يعني في الاماكن الرحلات السفاري والحاجات دي، في بيعملوا بقى شوي، بيعملوا شوي كده على يعني مثلا جدي مثلا بيذبحوه او خروف او كده وبيعملوا شوي. طب الاكله دي بتتقدم للعروسه والعريس في الصباحيه زي عندنا بنشوف الافلام يعني، احنا ما شفناش الحاجات دي لكن ولا من بالليل بيبقى فيه برضو الاكله دي؟ لا دي بالليل، دي مش الصباحيه دي. من بالليل وفي حمام بقى ثاني يوم كده وحاجات كده يعني. يعني دي بتتقدم للعروسه والعريس بالليل ساعه الفرح. زي ما عندنا في الريف كده بيعملوا حاجه اسمها حله الاتفاق. ايوه حله الاتفاق دي عشاء للعروسه والعريس عشان ده اول اكل هياكلوه سوا ويبقى يعني مشروع اتفاقهم في حياتهم. طيب بدايه مدام امل انا دلوقتي حطيت الفرخه، هحط الرز بقى في الجناب صح؟ بلاش لا حضرتك معلش قولي. لا الرز مش معاها. ما احطش الرز؟ بتسوي الفرخه كده خلاص تحويت خالص تكمل سواها في لغايه لما تاخد اللون الغامق. طبعا البصل عندك ما غمقش فلازم هو يغمق. بتاخد اللون الغامق وبننشلها من الصوص دون ونحطها في الصينيه لوحدها. وبعد كده بنحط الرز مكان مكان الفرخه. بتسوي الرز في يعني لما الفرخه بتستوي بتشيلي الفرخه وتسقطي الرز على المرقه والطماطم دي لغايه لما يستوي وترجعي لما يستوي. مش كده؟ طب انا هقول لحضرتك حاجه. ايوه هي بتفكر في اللي تحت. لا طب بس خلينا نقول بس خلينا عشان الناس. لا انا هقول لك حاجه لان أيوة. هو يعرفوا ايه يعني بالظبط. هو مش المفروض ان الشكل يبقى كده؟ لا هو الشكل مش كده معلش. الشكل مش كده تبقى لوحدها بحطها يبقى احنا كنا عايزين مدام امل بحطها في الفرن. طب بصي بقى خليني اراجع معاكي معلش بسرعه كده عشان نبقى استفدنا من تفاصيل الاكله. طب نستنى بقى احنا احنا بنحط البصله لما تصفر وبعدين نحط الطماطم والمرقه لما يتسبكوا بننزل الفرخه لما تحمر بني وبعدين نحط الطماطم والطماطم تتسبك وبعدين نضيف المرقه ونسوي ونسيب الفرخه تستوي تكمل سواها فيه لما تستوي الفرخه من الصوص ده. لما تستوي الفرخه بنشيلها بشيل الفرخه واحط الرز واسيبه لغايه ما يتشرب او لما يتشرب يتشرب. طب الميه مش هتبقى كتير على الرز؟ لا هيتشرب الرز وبحط فوقيه بقى ما يتشرب يعني الرز هيشرب المرقه دي. طب انا عايز مدام امل الميه مش هتبقى كتير على الرز؟ لا هو يعني على قد يعني احنا مثلا النص كيلو ده بنحط له 3 كوبايات ميه. يعني احنا عاملين ده اللي هو البني ده بياخد ميه اكتر من الرز العادي يعني لو رز بني بياخد 6 كوبايات. تمام. اوكي فاي حضرتك بعد ده 6% بعد ما بنسوي الرز واوريدي الفرخه بتكون مستويه بنحطه في برام زايده كده بنحط الرز وندفس الفرخه في وسطيه وبعدين ندخله الفرن على وش الصينيه. افندم بس احنا دخلنا ده الفرن. مفيش مشكله. بنحط يعني ايه على الوش؟ بنحط ايه على الوش؟ بنحط الفرخه على وش خلاص مفهوم وبندخلها الفرن. اديني بقى طب انا عايز اسال سؤال يعني انا لو جيت قدمتها اقدمها ازاي؟ زي ما اعمل ايه؟ اقوم انا دلوقتي نغرف الرز دي لنفترض ان هو كده انا جهزت الاكله هقوم مطلعه الفرخه صح كده؟ انت بتقدميها بره البرام واحده اسمها ايه؟ انا المفروض ان انا ما سويتش الفرخه مع الرز انا سويتها لوحدها في الفرن. طيب طريقه التقديم بقى مستوى لوحده طريقه التقديم
بغرف الرز وفي ايه شرطه بقى بس كده نفس الشكل ده. بالظبط كده ده اللي انا بقوله. مفيش مشكله اهو. يعني احمرت شويه من الفرن يعني خدت لون اللي هو المحمر الغامق زي ما افتكرت ان احنا عملناها غلط عشان كده بحاول ان انا هي ما شافتش التفاصيل واحنا بنعملها. احنا عايزينك تحضري لنا حاجات لرمضان حلوه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي يوعدينا. احنا بنشكر حضرتك جدا يعني نتكلم تاني وتورينا طبخه تانية. يا جماعه ما تنسوش تتصلوا بينا ستات او رجاله او ولاد شاطرين حلوين. طب انا عايز اسالكم سؤال بقى. لنا وصفات حلوه باذن الله. عايز اقول حاجه بس مهمه قوي. عايز اقول لجمهورنا ان احنا بكره عندنا ضيفه خاصه جدا شاعره مصريه جميله عندنا ايمان بكري. الله. فانتظرونا لان بكره طبعا زي ما انتم عارفين بكره الاربع نهايه الاسبوع بتبقى دايما حلقتنا خاصه كده فاحنا جايبين شاعره تعمل معانا احتفاليه فانتظرونا. طيب مفيده هاكلكم انا بقى دلوقتي. مفيده احنا الرجيم عملت باظ. شكلي انا عملت الطبخ غلط. لا هي صح كده بس احنا الرجيم باظ ومتنا. بس هي كانت قالت لي حاجه يعني احنا عملناها بستايل مختلف عن اللي هي بتطبخ. والله حلوه يا مفيده بس هي ممكن خلاص يعني خلاص بصي يا مفيده دي تبقى وجبه مفيده ما يبقاش. لا مش حاسه ان انا ما يبقاش ارز بسكوتي ولا لا انا مش حاسه ان انا طبخت حلو النهارده. لا انت طبختي حلو ودي بقت اكله سنين. لا انتوا بتجاملوني علشان خاطر انتوا اصحابي. احنا مش هنجوع عشان حلو قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم والله انا بحب اكسفك انا هدوق حتى لو عامله دايت يا مفيده. والله انت مؤدبه واخلاق يعني انت واميره كمان بتدوق برضه. واميره غصب عنها بتاكل. انا بتعشى مش بدوق والاستوديو بيضلم والناس تمشي وانا قاعده عماله اخلص الطبق الاقتصادي. طيب انا عايزه افكر عقبال ما نغرف لهم مشاهدينا ما تنسوش تكلمونا على 1414 واي اس ام اس باي طبخات راجل او ست ابعتوها وابعتوا المقادير بتاعتها كويس قوي وطريقه الطبخ بتاعها واحنا هنكلمكم وتبقوا موجودين معانا على الهواء ان شاء الله. برافو يا مفيد. بتقطعي بذمه. انا انت بتحبي ورك ولا في بحب الجناح صدر ولا ورك؟ مفيده مش بحب بحب الجناح اساسا. كله كويس صدر ولا ورك؟ كله كويس بحب الجناح. طب عقبال ما اقطع الفرخه اشكركم واشوفكم بكره والستات ما عرفوش يكتبوا بياكلوا بس انا ماسكه. باي باي بكره يوم جديد ان شاء الله.